بسم الله الرحمن الرحيم. وده الجزء الثاني من اللقاء الخامس من ماده القانون الاداري مع التعمق، وكنا وقفنا عند التوجيه الاختصاص بين جهه القضاء، وبنتكلم عن التفسير الخاطئ للمبدا الفاصل بين السلطات. اتفضل دكتور محمد. اتكلم في اول نقطه هنا اللي هو التفسير الخاطئ للمبدا الفاصل بين السلطات، وده في قبل اندلاع الثوره وبعد اندلاع الثوره. طيب هنا اتكلمنا القضاء ناشئ القضاء الاداري في فرنسا امتى؟ بعد الثوره. القضاء الاداري في فرنسا ناشئ بعد الثوره، لكن هنتكلم قبل الثوره بقى ماشي، لكن هو نشا بعد الثوره نتيجه ايه؟ تفسير خاطئ ادته الظروف التاريخيه في الفصل بين السلطات. طيب قبل اندلاع الثوره ايه اللي حصل؟ كان في محاكم في فرنسا، محاكم اسمها محاكم العهد القديم، بتحارب اي نوع من المحاكم تنشا بجانبها. اي نوع من المحاكم تنشا بجانب هذه المحاكم كانت بتتحارب من المحاكم دي. ليه؟ اول حاجه بيترتب على ذلك انتقاص من خصوصيه سياده المحاكم، دي رقم واحد. اثنين، المصلحه الماديه للقضاء. هنا في نقطتين، انتقاص من اختصاص تلك المحاكم والمصلحه الماديه بتقل بالنسبه للقضاء. طيب ده قبل ايه؟ اندلاع الثوره الفرنسيه. طب بعد اندلاع الثوره الفرنسيه، يبقى خلي بالك من الحته دي، تفسير الخاطئ لمبدا الفصل بين السلطات بيتكلم في نقطتين، قبل وبعد، قبل اندلاع الثوره وبعد اندلاع الثوره. قلنا قبل ايه؟ هنتكلم على بعد قيام الثوره. الثوار هنا وجدوا هنا ان ايه؟ ان المحاكم دي لها برلمانات تتمتع بكراهيه الشعب. ليه تتمتع بكراهيه الشعب؟ عشان تدخلها المستمر في الشؤون الاداريه. يعني وصلت ان هو يصدر، خلي بالك، يصدر اللوائح ويجبر الاداره على تنفيذها. يعني انت هنا راجل بتصدر اللائحه وبتجبر الاداره على تنفيذ هذه اللائحه. تمام؟ هنا طبعا بيعكر سير العداله في الايه؟ في الجهات الاداريه. ماشي؟ طيب على هذا الاساس بقى الثوره فسرت ايه؟ مبدا الفصل بين السلطات. تفسير جامد، يعني ايه بقى تفسير جامد؟ فسرت الثوره مبدا فصل الثوره تفسير جامد، ايه هو؟ منع السلطه القضائيه من النظر في اي دعوه تكون الاداره طرف فيها. الحته دي، منع السلطه القضائيه من النظر في اي دعوه تكون الاداره طرف فيها. ونتيجه لهذا التفسير صدر القانون في 1990، هو ايه؟ منع المحاكم القضائيه من ان تتدخل في الاعمال الصادره بالدوله. قانون ظهر في 1990 قال لك ايه؟ منع المحاكم القضائيه اللي هي ما تتدخلش في الاعمال الصادره من جهه الاداره. اي عمل صادر من الاداره من الاعمال القضائيه ايه؟ ملهاش دعوه خالص المحاكم القضائيه بيها. يبقى في استقلال متبادل بين الاعمال القضائيه والاعمال الاداريه. كويس؟ طب نيجي هنا، انت قلت استقلال متبادل بين ده وبين ده وبين ده. طب دلوقتي مش في حقوق افراد؟ عايزين الافراد دي، الفرد المضرور ده مش عايزين نديله حقه ولا هنسيبه كده؟ لا، لازم ياخد حقه. عملنا ايه بقى؟ يبقى انا اول عشان نحمي حقوق الافراد من تحديد جهه يلجا اليها الفرد المضرور من اعمال الاداره، راح عامل ايه في الساعه دي؟ انشا مجلس الدوله. شغله مجلس الدوله ايه؟ ان يحل المنازعات الاداريه. شغلته هي دي، شغلته حل المنازعات الاداريه. ماشي؟ نفس الوقت يترتب على هذا استبعاد المنازعات القانونيه. يبقى هنا عشان الانسان المضرور عمل ايه في فرنسا؟ راح قال لك لا، هوب ننشا مجلس الدوله عشان يحل المنازعات الاداريه باستبعاد المنازعات القانونيه. ده مجلس الدوله اللي هو اتنشا في هذا الوقت. ماشي؟ هنا الراي اللي احنا بنتكلم ده الرأي بتاعتهم بيقولوا ايه؟ قاعد الفقهاء قال لك ايه؟ الفقهاء بقى قال لك لا، الفقهاء وافقوا على مجلس الدوله، جزء من الفقهاء. الجزء الثاني قال لك لا، احنا نتجه الى القضاء الاداري. طب ما انت يا عم هتتجه الى القضاء الاداري او مجلس الدوله، ما هو مجلس الدوله بيحل منازعه اداريه والقضاء الاداري نفس النظام بيحل منازعه اداريه، ما هي دي هي. ماشي؟ طيب الاستناد الى نظريه ايه؟ نظريه طعن الموزي. الاستناد بقى ده رقم اثنين، الاستناد الى نظريه الطاعه الموازي. مبدا الفصل بين السلطات كان هو المبرر الاساسي لعدم اختصاص مجلس الدوله. عدم اختصاص مجلس الدوله بالتعويض على اعمال الاستدامه بالسلطه القضائيه. خلي بالك، مجلس الدوله قلنا ايه بيعمل ايه هنا؟ منازعات اداريه، لكن مالوش دعوه
في الاعمال الصادره من السلطه القضائيه. ما فيش تعويض، مجلس الدوله عوض عن الاعمال الصادره من السلطه القضائيه. كويس؟ ليه؟ عدم اختصاصها. عدم استنادا الى ايه؟ نظريه الطعن المنازلي. اللي قلنا من شويه كده ان في هنا ايه؟ النظر في هنا سلطه قضائيه ما تنظرش باي دعاوى تكون الاداره طلب فيها. النقطه اللي فاتت صح؟ يبقى هنا في سلطه اداريه وسلطه قضائيه. يبقى هنا في استقلال بتبادل بين السلطتين، دي قضائيه دي اداريه، وكل واحده لوحدها. ماشي؟ طيب. بس هنا في طريق هنا ايه؟ بعد ما صدر دلوقتي ايه؟ طعن مصر. هناك طريق اخر مرسوم للطعن على القرار. منع قبول الطعن امام القضاء الاداري، طب ما احنا عارفين كده. ما فيش طعن امام القضاء الاداري. قضاء اداري هنا في تظلم، ما فيش طعن، لان دي اداري وليس ايه؟ سلطه قضائيه، دي سلطه اداريه. ايه؟ عدم اختصاص مجلس الدوله بتنفيذ الاحكام القضائيه طبقا لايه للمواد كام؟ 442 443 553 من قانون المرفوعات الفرنسي. هنا الحته دي عدم اختصاص مجلس الدوله بتنفيذ الاحكام القضائيه طبقا للمواد 442 443 553 منين؟ من قانون المرفوعات الفرنسي. اختصاص المحاكم المدنيه بالفصل باجراءات تنفيذ الاحكام الصادره منها. الاجراءات اللي بتتخذ بمعرفه وزير العدل أو أعضاء النيابة أو موظفي أو موظف المصالح القضائية الخاصة بكيفية تنفيذ الرفض. يعني مثلا إيه؟ في قضية هنا قضية تموين. المفروض القضية التموين دي المفروض يبقى القضاء الإداري هو اللي يحكم فيها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثلا في قضايا التموين مثلا دي بتعتبر قضيه مثلا اداريه. لكن راح هو راح مدخل ايه؟ قال لك لا، عناصر التحقيق المقترح حتى المتهم ايه؟ هنا حضر ايه؟ دخل نقطه ايه؟ ارتفاع غير مشروع الاسعار، راح مدخل لك حب حاجه اداريه في حاجه قضائيه. حاجه اداريه مع حاجه اداريه. اسمح الضبط في هذه الحاله جزء لا يتجزا من الجزء الجنائي. اصبح هنا ايه؟ الضبط في هذه الحالة جزء لا يتجزأ من ايه؟ الإجراءات الجنائية. يبقى السلطة القضائية في هذه الحالة هي ايه؟ سلطة ايه؟ النظر في سلامة الضبط. السلطة القضائية هنا النظر في سلامة الضبط. نيجي ثالث نقطة، السلطة التقديرية لمن أصدر القرار. ايه السلطة التقديرية لمن أصدر القرار؟ مجلس الدولة الفرنسي أسس على ايه؟ عدم اختصاصه بمثل أعمال السلطة القضائية. مجلس الدولة الفرنسي أسس على عدم اختصاصه بنظر اعمال السلطه القضائيه. استنادا الى ايه؟ على ايه؟ السلطه التدبيريه لمن اصدر القرار. طيب. غير مختص في قرارات وزير العدل. خلي بالك حد وزير العدل ممارسه التحكم في اصدار الاوامر. اعضاء النيابه العامه عشان يرفع دعوه جنائيه. طب احنا وزير العدل هنا في العدل شغلته هنا شغله اداريه وليس شغله قضائيه. شغله اداريه. فبيعمل ايه هنا؟ يصدر اوامر الى اعضاء النيابه لاعضاء النيابه العامه برفع الدعوه الجنائيه. ماشي؟ يبقى هنا حق هنا النقطه بتاعت تسديد العدل دي منين حته؟ سلطه رئاسيه، لان هو ماسك وزير العدل ماسك هنا رئاسه النيابه العامه، هو الرئيس الاعلى النيابه العامه، فبيدي اوامره لمين؟ لاعضاء النيابه برفع دعوي جنائيه. المفروض ان هذه القرارات او الاوامر كلها دي قرارات اداريه، ده الصح، من حق مجلس الدوله ان ينظر اليها. وطبق مجلس الدوله هذا الاتجاه إيه؟ على قرار وزير العدل، هو ايه؟ رفض نظام الحبس الاحتياطي المحكوم عليه بالقضاء السياسي. مجلس الدوله قال كده، طبق المجلس هذا الاتجاه على قرار وزير العدل، رفض نظام الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم في القضايا السياسيه. ورفض التماس اعاده النظر. ايه اللي ايه؟ رفض التماس اعاده النظر الى محكمه النقد. طب رابع حاجه، عدم اختصاص مجلس الدوله المصري بالاعمال الصادره من السلطه القضائيه. مجلس الدوله المصري، خلي بالك، عدم اختصاص مجلس الدوله المصري بالاعمال الصادره منين؟ من السلطه القضائيه. المشرع المصري هنا قال لك المسائل اللي تختص ايه؟ تختص بها اللي هو بينظرها القضاء الاداري المصري.
عشان تبقى المحاكم العادية صاحبة إيه؟ الولاية العامة في قضية الولاية. هنا أول حاجة استبعد القضاء الإداري المصري الأعمال الصادرة، استبعد القضاء المصري هنا الأعمال الصادرة من السلطة القضائية. دي معروف قضاء إداري مصري بيستبعد أعمال صادرة من السلطة القضائية. هنا بيخرج من ولايته هنا طلب إلغاء عمل قضائي وطلب التعويض عنه، لأن إحنا قلنا من شوية الإداري لا يطلب طلب التعويض على الدولي. ماشي؟ يبقى إيه؟ ياخد من ولايته هنا اللي هو مين؟ القضاء المصري اللي هو القضاء الإداري، ياخد من ولايته طلب إلغاء عمل قضائي وطلب التعويض عنه. يعني الاثنين. نيجي هنا عدم الاختصاص بالأعمال القضائية. القانون 47 سنة 72 جعل الولاية في مجال المنازعات الإدارية للقضاء الإداري. دي أوكي خلاص خلصنا منها. الأعمال ذات الطبيعة القضائية التي تصدر عن النيابة العامة تخرج عن دائرة اختصاص مين؟ تخرج عن دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. ليه؟ لأن مجلس الدولة قلنا إيه؟ منازعات إدارية. اتعمل المنازعات الإدارية، وأول ما اتعمل اتعمل فين؟ في فرنسا. اتعمل في فرنسا عشان المضرورين بتوع فرنسا اللي هم اتضروا بدل يروح هنا لا عمل له مجلس قضاء، مجلس الدولة، مجلس الدولة عشان ايه؟ يبص في القضية الإدارية بتاعت الموظفين. ماشي؟ نيجي هنا المطلب الثاني هو القضاء الإداري اللي يملك أن يقرر مسؤولية الدولة خارج إطار النصوص اللي هو بيحطها. دعوى المسؤولية عن الأعمال القضائية، القضاء العادي، فهل يملك القضاء العادي أن يحكم على دولة بالتعويض؟ دي أول حاجة. قلنا هنا إيه؟ القضاء الإداري يملك أن يقرر مسؤولية الدولة خارج إطار النصوص. هل القضاء الإداري يملك أن يحكم على الدولة بالتعويض؟ طبعا لا. طبعا لا. القضاء الإداري عمره ما يحكم على الدولة بالتعويض. كويس؟ لأن الدعاوي المرفوعة على الدولة أو المسؤولية المرفوعة على الدولة لا تختص بنظر المحاكم العادية. محكمة عادية ما بتنظرش في أي دعوة مرفوعة على الدولة. محكمة عادية أجيب محكمة معلش يعني اسمع مرحيم أي محكمة عادية، محكمة أسرة، محكمة مش عارف إيه، تحكم على دعوة على الدولة؟ لا طب دي اسمها محاكم عادية. ماشي؟ مجلس الدولة الفرنسي هنا ألف بعض أحكامه إيه؟ المحاكم القضائية المختصة، محكمة قضائية في دعوة التعويض عن أعمال السلطة القضائية هي المختصة في أعمال السلطة القضائية. مثلا يجب على القضاء العادي الفرنسي ان يقرر مسؤوليه الدوله عن هذه الاعمال. القضاء العادي يقوم بالدفاع عن هيئه القضاء. استند القضاء الى مبدا الفصل بين الهيئات الاداريه والهيئات القضائيه. ماشي. يحظر على القضاء العادي النظر في مختلف الاعمال الاداريه. ما فيش قضاء ده عمل اداري ابعد عنه القضاء، لان قلنا في توازي بين الاثنين، في استقلال، استقلال القضاء العادي واستقلال القضاء الاداري، ده لوحده وده لوحده. ده ما يتدخلش في شغل ده. كويس؟ طيب، قضاء المصري اخذ بهذه الحجيه، هي ايه؟ يحظر على القضاء العادي النظر في مخ ايه؟ في مختلف الاعمال الاداريه. القضاء المصري اخذ بهذه الحجيه، قال لك القضاء العادي لا يستطيع ان يحكم على الدوله بتاعته. طبعا ده طبيعي. لسه مكلمين في النقطة دي دلوقتي، القضاء العادي ما بيحكمش على الدولة بالتعويض أبدا في أعمال السلطة القضائية. المحاكم القضائية الفرنسية قررت مسؤولية الدولة رغم عدم وجود نص، رغم عدم مفيش نص هناك على هذه الكلمة دي، المحكمة القضائية الفرنسية مسؤولية الدولة عن إيه؟ تعويض عن حالات الاعتداء المادي، الأضرار اللي بيسببها المرافق العامة. يبقى الاثنين هم، رغم ذلك مفيش نص، عدم وجود نص. قال لك لا في تعويض عن حاله الاداء المادي وفي الاضرار اللي بيسببها المرافق العامه الصناعيه والتجاريه. طيب المبرر الحقيقي لعدم مسؤوليه الدوله عن السلطه القضائيه يرجع الى وقت التاريخ القديم جدا جدا اللي احنا قلناه لغايه سنه 72 لما قامت مصر وفرنسا في موضوع عدم مسؤوليه القضاء عن القضاء المدني عن ايه؟ الاحكام القضائيه. او السلطه القضائيه. المشرع المصري والفرنسي في بعض الحالات كان قرر ايه؟ مسؤوليه الدوله عن بعض تلك الاعمال، لكن الشارع الفرنسي قال لك ايه؟ الدوله مسؤوله كقاعده عامه، الشارع الفرنسي هنا
الدوله مسؤوله كقاعده عامه عن ايه؟ اعمال السلطه القضائيه. قال لهم الحته دي المشرع الفرنسي قال لك الدوله المسؤوله مسؤوليه عامه، مسؤوليه كقاعده عامه عن اعمال السلطه القضائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عمرو. شكرا دكتور محمد. كده يبقى احنا خلصنا اللقاء الخامس او الجزء الثاني من اللقاء الخامس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.